برد الحوت. برد الحوت استقبل روحانيات ونورانيات اسم الله المؤمن. استقبل اسم الله المؤمن. انزل في التعليقات واكتب اسم الله المؤمن 5 مرات. وضع شيء في بالك تريده أن يقضى أو تريد أن تفعله، وردد اسم الله المؤمن قبل نومك 111 مرة. وبعد 3 ليالي رح يقضى الشيء الذي ضعته في بالك، رح يقضى الشيء تريد أن تفعله أو شيء تريد أن يقضى. انزل في التعليقات اكتب اسم الله المؤمن 5 مرات وردد قبل نومك اسم الله المؤمن 111 مرة، ورح يقضى بفضل الله تعالى. نبدأ ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصل كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام بنية الفرج. سيب كل حاجة، وسيب كل حاجة عدت عندك اتركها. يعني بلاش تفتكر الحاجة اللي هي تدب لك طاقة سلبية او تفكير مش كويس. يعني اترك كل حاجة عدت. شايف هنا في واحدة ست عندك، الست دي ملزماك، الست دي ملزماك في كل حاجة. الست دي اقدر اقول لك ان هي عامله لك سحر، مخليك ملخبط ومتعقد، مش عارف تشوف شغلك، مش عارف تشوف مستقبلك، مش عارف تشوف حالك. الست دي ململمه كل اوداعها، وكل شيء عندها خطاه على اوداعك، عامله لك كراكيب، عامله لك تعطيل، عامله لك تعب، هذا من السحر. صل على الحبيب المصطفى. انا شايفك ان انت ليه بتوقع نفسك في مشاكل كثيره. يعني شايفك هنا بتوقع نفسك في مشاكل كثيرة بسبب ممكن اختياراتك الخطأ أو بسبب طيبة قلبك. أنا شايف إن أنت غدرت كثير، تعبت كثير، شايفك محبط، عندك كمية إحباط، كمية يؤس. شايف بس أنت هتنتصر على أعداء، هتنتصر بإذن الله تعالى على أعداء. شايف عندك انتصار. الناس اللي ضربتك او طعنتك في ظهرك او اذتك او غدرت بيك، هم مش مرتاحين، هم مش مرتاحين، وهيدولك وهيتأسفولك وهيتأسفولك. بسم الله الكاشف. بص هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك هنا قرار، شايف عندك هنا قرار، والقرار ده لازم تاخذه، القرار ده لازم تاخذه. فكر كويس جدا علشان تاخذ القرار الصح. عشان قبل ما تاخد قرار فكر كويس جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا عندك في قاعدة، القاعدة دي بخصوص ناس، حل مشكلة. انا شايف في قاعدة فيها كلام، كلام رايح وكلام جاي، فيها صلح بإذن الله. شايف عندك هنا لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحة. شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك، رسالة فيها فرحة ليك، فيها سعادة، انت منتظرها بإذن الله. بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة. شايف في بشرة بالمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية. شايف في بشرة بالمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي اذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك وهيردعوا، لانك يطلبوا منك السماح، لان انت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها، وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيدي لك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيدي لك العكس.
شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان مخنوق متضايق، قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الكاش، ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني، عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، هم اللي غدروا بيك، اقرب من ليك هم اللي غدروا بيك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك، الناس الحقودة، الناس اللي عايزة تأذيك، عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي، انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك أصدقاء خبيثة، أصدقاء حابة توقعك في شر أعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا نوع على السفر، نوع على السفر خارج البلاد، مستني دعم أو مستني لقاء مع حد أو مستني مكالمة، شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك ويدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تخش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب، خلي بالك من السحر كما قلنا. خلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، أنت هنا شايفك حزين على شخص أنت بتحبه، الشخص ده مسدون أو بعيد عنك أو هو مخنوق أو في ضيقة أو مريض، أنت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك أسره أو ربنا يشفيه إن شاء الله مما هو فيه. بسم الله. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لأن شايفك عندك حيرة، محتار في أمرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر، أو عايزك تنتصري. سيب كل حاد على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. أنا شايف عندكم مواجهة حلوة، المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون أنت يعني هادي الأيام دي، هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في أي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا أقرب الناس ليك هم أعدائك، عدوك وأعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لأن شايف شخص مقرب لكم، فخلي بالكم وكون حذرين. بسم الله الكاشف، شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك أو طالع من بيتك مش كويس، أنت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في أرض بيتك فيها فرحة، في فرحة في أرض بيتك، عندك انفراجات حلوة بإذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الأمور هتتحسن معك بفضل الله تعالى، عندك ما قلنا ممكن نقول فرحة، ارتباط أو زواج أو عرس لأحد قريبك في أهل بيتك، يعني شايف في أرض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارج، ما فيش حدا قاعدة معك مكتملة، إن شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كتير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله.
شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد الفترة اللي داية، شايف هنا وانتبهي الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا ان انت تكسبوها، حاولوا ان انت تكسبوا هذا السكة. انتوا حاسين ماشي ان الامور معقدة امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوة، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشة في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقة، ضيق، نفور، واكثر حاجة المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه مرتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في ألم في العمود الفقري، وألم في الرجلين، وزيادة الصداع، وزيادة التعطيل، والنفور في الزواج. هذا من السحر. السحر كما قلنا يا أحبابنا في الله، من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك، هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب. ان شاء الله فيها الصلح بمشيئة الله تعالى. شايفنا في محاكم او في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شايفكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شايفنا في رزق دايكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحة ليك. شايفنا في غيمة، غيمة على وشكم، الغيمة دي في تفكير، في غيمة، في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله فيه خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة أخواتنا في الله للرجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك أحبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف إنها تتفتح قدامكم ببان حلوة، هيكون فيها سعادة، فيها سعادة، فيها فرحة، يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا ييسر أمركم، ربنا هيسر امركم وهيكرمكم، هيكرمكم باذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليؤس، طلع الاحباط، طلع الضيقه، طلع الخنقه، طلع اللي عندك. شايف المشكله اللي عندكم مسبب لكم الازمه والحيره، انتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. انا يعني شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه، لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك، راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجتك بإذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. وابعد عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، دايب لكم طاقة إيجابية، دايب لكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر، مستنيين يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتدي لكم حادة وتختفي، بيدي لكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حادة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة، مش عارفين ايه اللخبطة، لان عندكم هنا روحانياتكم عالية، عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضو اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد، الحسد شديد عليك، شديد شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر.
بس عندك يعني هنا معاك روحانيات، يعني حاجات كويسه، حاجات صالحه، بتساعدك كثير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر، فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك، خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك، لان روحانيتك كويسه، ماشي حاليا يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مره، مشيت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضه تعب شديد من السحر احبابي في الله، بس الطريق هتمشي معاك مره تانية وهتمشي لهدفك وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه وهتعلى هتعلى هتعلى. شايفك انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معاهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا ماليش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم. لانك انت سمعت كلام كتير، يعني شايفك انا بس انت واضح هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص، يعني بنا عندك ان انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى. المشكله اللي عندك الماديات، في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عطى حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه، هتوصل، هو ماشي حصل معك شويه تعب لكن هتوصل بقدره الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حادث، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغه، حطك في دماغه الطرف الثالث، انت معطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمراء بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي، فخلي بالكم منها. الست دي يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول، يعني فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حاجه هنا انت مقصر فيها او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقه تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيه، ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رساله، رساله، رساله انت هتقراها، الرساله دي ديالك فيها خير باذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مده كبيره وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا يشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حاجة أنت هتعملها هنا هتعلي من شأنك، أو شغل، أو علاقة شغل جديدة، في حاجة هتعلي من شأنك، في حاجات هتنشال وهتأخذ حاجات أحسن. شايف عندك برضو هنا أنت مشروع شغل بالك، أو هتدخل في مشروع، أو داخل في مشروع شغل بالك،
اكتمل كما انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كثيره، في ناس كثيره مش بتحبك، زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق. ان شاء الله هتكتمل معك باذن الله تعالى، ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك هنا حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص هنا، الشخص ده يعني قريب عنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاجه مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حاجه بتتكرر معاك، اشاره، حلم عايز تفسره، في حاجه انت عايز توصل لها، في حاجه تعباك، محيراك، محتار فيها، عايز توصل لها، لانك لو وصلت للحاجه دي هتعلى من شانك، هتوصل لاهداف كثيره، هتوصل لحاجات كثيره تعلي من شانك، انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحاجه دي، والحاجه دي ان حليتها هي عقده. او هي حادة مربوطة او حادة مكفولة، ان فتحتها وحليت لغزها هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حادة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معك بإذن الله تعالى، هتعلم من شأنك. شايف في حاجة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثير والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فترة فاضي، من فترة يعني من الماضي، من فترة فاتت، هيبدأ صفحة جديدة، او هيكون في صلح ما بينكم، او انت اعتزلت عنهم، في خير بإذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حال، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثه ما بينك وما بين حد، امسحها او تجنبها، بلاش كل شويه تمسك التليفون وتبص على المحادثات، او منتظر منه محادث، او منتظر منه يبعث لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، وعارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك، هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقيتش شايف مين بيحبك، ما بقيتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك، او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كثيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كثيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كثيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا، عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك، هتبدأ تتحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخزلان، هتعرف إن في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر باذن الله تعالى، فاتحه معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحه، فيها فرحه ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكله في الاول بتخلصها، هتخلص باذن الله بسهوله وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعه، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفتره اللي دايه فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول خطوبة، أو حد ارتبط قريب ليك، أو زواج، أو رجوع للمنفصلين، أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معاك. شايف هنا؟ أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادئ الكتوم،
بتحب، بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجة تتكلم عليها، اكتم شوية، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتوا تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم، يعني شايفكم برضو انتم منتظرين كذا حدا تحصل، منتظرين طاقة خير ليكم او يعني طاقة فرحة، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شك يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كان الصافي، نيتكم كانت كويسة، بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديدة ليك، فيها فرحة ليك، فيها سعادة ليك بإذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك، لأن عليك نذر، ليك عليك نذر هتوفيه بإذن الله تعالى، وهتحسبها بالورقة وكلام، وشأنك هيطلع وهتعلي بقدرة الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة هنشترك في القناة، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني، وإن كنت